Captain Muhammad with you guys. Welcome on board. كان تحياتي لكم احييكم هون من رحله لكسر حاجز الخوف لتجربه رياضه الغطس والغوص تحت سطح البحر. نحن عم نحكي هون عن يا جماعه عن هذا البحر الجميل الرائع، تجربه مميزه جدا، تجربه رائعه جدا، ولكن تابعوا للاخير عشان ما تغلطوا نفس الاغلاط اللي انا عملتها. تجربه كثير حلوه، تشوف عالم مختلف تماما تحت هذا البحر الجميل اللي هو وين؟ بحر ابيض متوسط في أنطاليا تركيا. يلا خلينا نبدأ. هاي هون دخلنا في الباص. مارينا أنطاليا. هون هلا حندخل على أساس إنه نبدأ موضوع رحلة غوص. تقريبا اخذ حوالي 45 دقيقة لوصلنا لين ما جبنا ناس وهيك شغلات، ولكن هي هون هلا الميناء. هي هلا هون دخلنا على المارينا نفسه، رايحين على القارب. هي هون وصلنا للقارب، وهي هي الأدوات الجاهزة. هذا هو القارب. هلا هون شوي ثاني حننطلع. ألو. وهذا فين حتى كمان. هي حتى هون في قاعدة فوق. هلا هون هذا الميناء، حنغادر. بلش القارب يشتغل، نشوف كيف بقى الرحلة حتكون. هاي هي الأجواء رائعة، ولكن الشمس قوية. هاي شمس أنطاليا، نحن بشهر 10 صرنا ونفس الشمس خزات العين. هذا هو هون القبطان كمان. هذا هون عم بشرح لكم بالتفصيل شو حتعملوا بالضبط. زي ما شايفين قبل ما تاخذ الغطسه دائما بيعمل لكم تريننج سيشن. اوكي هون عم بشرح هلا. طبعا مثل ما شفتوا شلون اعطانا تقريبا تعليمات اللي هي التعليمات الاساسيه، موضوع عشان البريشر، وعشان نفس الوقت اذا دخلت مي على النظارات شو ممكن تعمل، وتنفخ جوا بالانف وترفع لفوق. يعني تقريبا ربع ساعه تقريبا تعليمات رئيسيه. طبعا هني حيكون موجودين لانه انا بالنسبه لي ترى اول مره بغوص، فما بعرف راح تكون القصه. ولكن الشيء الحلو بهالرحله انه انت هون عم تطلع بالبحر، وبالتالي بتغنيك عن رحله القارب الخاصه العاديه، وبنفس الوقت عم تاخذ تجربه مميزه صراحه. واضحه لحد الان الامور طيبه. هاي هي هون انطاليا، ونحن هلا رايحين على مكان الغوص الاول لانه في مكانين غوص، ولكن هذا هو المناظر الجميله هلا. مثل ما قلت لكم اول حيكون في رحلتين او غطستين مع بعض، وحده بمكان والثانيه بمكان ثاني. الاولى حتكون 5 متر، الثانيه حتكون اغمق، فدعونا.
كمان عم بينظفوا بنقدر نقول اغراض الغوص بالمي فتكون جاهزه للغوص. هاي هون اغراض الغوص يمكن وريتكم اياها قبل. هاي هي هون رح نلبسها كمان شوي. هذا هو اللبس رح اخذه هلا. طبعا في حمام هون وفي مكان لتغيير الملابس هون. اعطوني اياه شورت لانه قالوا كثير الدنيا شوب اليوم فبالتالي عشان ما تشوب كثير. هاي هون هاي اللي لبسنا لبس كامل جاهزين بقى للموضوع. شو بقى شو حتصير بالرحلة. هاي هون الغواصين المعلمين عم جهزوا حالهم ليكونوا جاهزين عشان نوصل للمرحلة الغوص يكونوا جاهزين. ما شايفين هون شلون الناس اللي تسبح تسبح وبنفس الوقت الغواصين بينزلوا معهم كل واحد معهم انستركتر ليقدر يغوص بشكل ممتاز ويتأكدوا انه بوضع امان لانه خاصة الناس امسانا لاول مرة فلازم يكون الموضوع بالنسبة لهم كتير محسوب. هاي هون تجهيز لكل غواص بصير. طبعا كل هذا الدور على الدايفنج فصراحة تأخرنا شوي لأنه كان في عدد كبير موجود بالرحلة بسبب انه كان في قارب تاني انضم لنا على الطريق فبالتالي لحد الآن يعني بالدور بدك تستنى حوالي ربع ساعة لنص ساعة ليجي دورك. ولكن عندك هيك فيوز ظريفة استمتع فيها كمان. Welcome on board on our boat today. We are going to the second spot of diving. So welcome on board and have fun here all together. We are going to nowhere. Yeah, so okay. Enjoy to the max. Okay. And eat a moderation. أي بعد الغطسة الأولى ينزل لك هيك طبق الأكل مع الكوكا كولا زيرو هون. تأكل على هيك أطلالي ولا يا سلام يا سلام. الأكل بحد ذاته عادي جدا يعني نجت ومكرونة الطعم عادي جدا ولكن الأطلالي أنه أنت قاعد نص البحر وعم تأكل هون هي التجربة الحقيقية فعليا خاصة أنه أنت المناظر هاي اللي عم تشوفها هون هون هلا مكان الغطس الثاني فانه انت تكون نص البحر وعم تاكل صراحه تجربه مميزه جدا وهي اللي صراحه بتغطي على طعم الاكل وعلى كل شيء ثاني ففعلا الاكل في نص البحر له طعم مختلف يا جماعه. بعد التجربه الاولى لقيت تقريبا بالغ
البوس صراحة. أي نعم عانيت من مشكلة اللي هو ضغط الإذن شوي عندي، كان كل ما بتنزل لتحت بصير عندك ضغط الإذن، فأكيد بدك تتعلم الحركة هي، بتسكر فكيك وبتنفخ فبفتح عندك إذنك. الشغلة الثانية صراحة كان شوي المي تدخل جوا النظارة، ولكن بعد ما تنزل وتستقر حتى لو في مي بتضل تحت وبالتالي ما عندك إشكالية، ولكن بقدر أقول التجربة صراحة ممتعة جدا، لأنه أنت رح تستمتع برؤية عالم مختلف عن العالم اللي بتعرفه. بتعرف إن إحنا ما عايشين لحالنا على هذا الكوكب، هذا البحر الجميل اللي نحن شايفينه في كائنات حية عايشة جوا، فبالتالي بتشوفها، بتشوف شلون بتحركوا مع بعض، بتشوف كائنات مختلفة جدا، وبالتالي بتستمتع أكثر وممكن تهتم أكثر بنظافة البحر بعد هيك، لأنه بدنا نحافظ على هالجمال هذا كله وهالطبيعة الحلوة هي، بدنا نحافظ أكثر على نظافة هذا البحر الجميل وهي الطبيعة الحلوة. تجربة ممتازة ورائعة وكسرت حاجز الخوف بالنسبة لي، خاصة مع وجود مدرب طوال الوقت موجود معك. هاي صراحة كانت روعة، يعني انت ما عندك تخاف منه لأنه هو طوال الوقت ماسك فيك وبياخدك وبيجيبك وبينزلك وبيطلعك، فقدر أقول انه رائعة جدا. وهذا في واحدة تانية كمان، ولكن هاي الأولى أكيد التانية حتكون أحسن لأنه كسرنا حاجز الخوف وهلأ بقى بدنا نستمتع أكثر. شو اللي بقدر اقوله باخر الرحله؟ الرحله كتير حلوه، كتير ممتعه، استمتعت كتير بموضوع تجربه الغوص لمرتين متتاليات. المره الثانيه كانت اسهل بكتير من الاولى وامتع لانه كسرت حاجز الخوف، فصرت استمتع اكثر بالتجربه. الشيء الحلو انه كان معي انستراكتور موجود طوال الوقت ومدرب، فبالتالي انت ما عندك شيء تخاف منه ودائما بشيك عليك كل شوي الحركه هي انه انت اوكي ولا لا. بس انه صراحه بانطاليا هون الاماكن كجمال بالنسبة نقول المرجان ما كتير حلوة، يعني انت انا بالنسبة استمتعت بتجربة الغوص ولكن المناظر كانت حلوة، ولكن بعرف كتير اماكن احلى منها. بس انه كسرت حاجز الخوف بالنسبة للغوص. الشغلة التانية حبيت اكون عليها الاغلاط اللي عملتها، اول شيء انه جيب معك بدل اضافي، جيب معك منشفة، جيب معك مي، كمان بنفس الوقت اكيد واقي الشمس لانه مثل ما شايفين الجو مشمس، تعال مثل ما بقولوا بالسليبر او شحاطة او اللي بدك اياه، بحيث انه الشوز هون ما حتحتاجه، فبالتالي بالعكس في كمية مي كتيرة في القارب فممكن اصلا يخرب لك الشوز تبعك. تعال ريلاكست، لبس بدك البيس بطرون سباحة كمان، تعال لانه مثل ما شايفين البحر في كل مكان، وكل ما بننزل منغوص بننزل نسبح كمان. فاللي بقدر اقوله اخر شيء كتير سعيد ان عملت هيك تجربة، واكيد دائما وابدا بامكانك تحجز هالتجربة هي بانطاليا تركيا من عن طريق خبير السفر تحت في وصف الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بهالرحلة، ان شاء الله يكونوا عجبكم هذا المناظر الجميلة هون من البحر الابيض المتوسط في انطاليا، وشوفكم اكيد بفيديو قادم لكتير اماكن جميلة حول العالم، واستمتعوا معي بهيك اطلالي.